يلا اجت اجت نزلها نزلها. انتبه خليك هادي. انتبه واهدى جاي جاي نزلها. وقفي وقفي ها. وقفي وقفي لك وقفي. نزلها جاي يلا نزلها نزلها يلا. برافو عليك برافو والله مهمتنا السرية خلصت بشكل ممتاز ميرزا. ايه ليك شو بدي قلك عندك موهبة كبيرة جاسوس وعميلة مخبية جواتك. برافو عليك برافو. جولي انت برأيك فيني اتطور بموضوع الحب كمان؟ انت بتعرف اني بحبك يا اخي مو هيك؟ ما بدي زعلك ابدا بس انت لا زعل حالك ابدا ميرزا. شوف جوات كل واحد فينا قوة كبيرة وخارقة. مثلا انا ما فيني طير طيارة بدون طيار مثلك بس اذا تخطيت لحدود بطير مع حب حياتي ارتي لكوكب اورانوس. ها كل شغلكم خلاص وهلا صار وقت تلعبوا بالالعاب. اختي نحن عم نشتغل لساتنا بالمرحله الاولى من خطتنا حتى نقلع صاحبنا القديم من الحاره ومن عنا. انا ما قلت لك ما عاد بدي اسمع اسم هداك الزلمه وخاصه بهالصفه. اختي انت لوين رايحه بهالشكل؟ نسيتي انه اليوم عنا حفل اصدار الكباب الجديد؟ ما رح نتسرع بهالشي انا هلا عندي شغل اهم. سلمينا كتير على سهرنا المستقبلي الأستاذ حازم اللي منحمه. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. المرحلة الأولى خلصت هلأ مننتقل للثانية. هلأ وقت اختيار الممثل. مستعد؟ امشي لعك. وهي اجوا الممثلين المرشحين فينا نبلش بتجربة الأداء. ايه اي واحد برأيك فعد؟ تمام تمام وقف عندك هلا. طيب الاكل ما هيك؟ ايه يلا كلي. طيب الاكل مستعد ترمي هلا؟ مستعد. تمام بتتركه لما بقول لك ثلاثه ماشي. جاهز واحد اثنين ثلاثه اتركه. لا لا شو هذا اللي نزل على الاكل؟ يا جماعه شو نزل على الاكل؟ خلينا نروح كل حدا ياكل من عنده. نجح تمام برافو. يلا يلا بسرعه بسرعه ارفع 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 ارفع. ها تمام رجع لهون هلا. نزلها نزلها يلا نزلها يلا يلا رح يشوفوك. يلا يلا تحت يلا تحت تحت يلا أخيرا ميرزا المهمة تمت المهمة. حسنت يلا يلا خلينا نهرب قبل ما يمسكنا حدا. يلا البشارة يا شباب تمت مهمتنا تمت المهمة بنجاح. نجحنا. انتو عن جد كان لازم تشوفوا هالمشهد كيف ركضت الناس كلها من عندهم فورا هربوا العالم بسرعة كبيرة. شفت دوريا كيف ركضت. لك شبك هون؟ لك شبك ليش مكتئب حبيبي؟ شت. لك يا بنت؟ معقول؟ شو هالحكي يا روحي؟ ما بتشبهوا إلا العالم يلي ماشية بجنازة يوم العيد. أختي جوليندا معدتي عم توجعني كتير
أنا رح أرجع على البيت وأخذ دواء. خبري ماما ماشي؟ آي سلامتك يا أم عيون زرق. تمام تمام رح أقول لها. أنت ارتاحي منيح تمام؟ إيه وأنت كمان شباب؟ أنا رح أمشي شوي. بدك إجي معاه؟ لا لا بدي أكون لحالي. يا الله يا ميرزا شوف معي إيه ما في قيمة لأي فوز إذا الواحد ما احتفل فيه بضجة كبيرة يسمعوها الناس. شفت هالشي؟ والله معك حق يا جولي. تعرف أكتر شي حاسة بالفضول اتجاهه من الوقت يلي كل هالقصص المأساوية والحاسمة عم بتصير هون. اختي سلطانة شو بتكون عم تعمل؟